زي النهاردة سنة 2019 اتفاجئ الوسط الفني بخبر صادم، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي. الشاب اللي كان لسه في عز شبابه اتوفى فجأة عن عمر 35 سنة. الخبر ده صدم كل اللي يعرفوه واللي ما يعرفهوش. كان لسه في بداية طريقه وكان عنده مستقبل فني كبير، لكن الصدمة كانت أكبر لما اكتشفوا انه مات في شقته لوحده من غير ما يعرف أي حد عن حالته الصحية، وللأسف النهاية كانت مأساوية. وده خلى الكل يتساءل ازاي شاب زي ده مليان موهبة وطموح يرحل في الوقت ده. لكن لو رجعنا شوية لورا هنتفاجئ ان هيثم كان دايما بيواجه تحديات صعبة في حياته من وهو صغير، وهو متربي في ظل فقدان والده الفنان الكبير أحمد زكي. وده اللي خلى هيثم عايش حياته وهو شايل على قلبه غياب والده وحاسس انه لوحده في الدنيا. كان في نظر كتير من الناس الابن اللي جاي يكمل مشوار والده، لكن في نفس الوقت كان دايما بيحس تقلب المسؤولية دي. بداية مشواره الفني كانت مليانة قلق وتوتر، وده من أول ظهور ليه في فيلم حليم كان دايما في مقارنة مع والده أحمد زكي، ودي طبعا ما كانتش حاجة سهلة عليه. لكن بالرغم من كل ده قدر يثبت نفسه في شوية أدوار صغيرة، ورغم كل النجاح اللي وصل ليه كان قلبه دايما مليان حزن، وعمره ما قدر يتغلب على شعور الوحدة وفقدان الأب. وفي عز كل النجاح اللي حققه بدأ يعاني من مشاعر العزلة والتوتر النفسي، وكان دايماً بيتجنب الأضواء والحفلات وبيحب يفضل لوحده. ورغم أنه كان نفسه يكمل مشوار والده، لكن القدر كان له رأي تاني. وفي يوم 7 نوفمبر 2019 رحل هيثم عن العالم بشكل مفاجئ، وعلى الرغم من صغر سنه لكنه ترك بصمة حقيقية مش بس في مجال الفن لكن في قلوب كل الناس اللي عرفوه وحبوه.